لكم اخوتي. المهم انا رجعت انا نكمل على العشاء، ولكن هذا الفيديو هذا عادي نزلت نغدى، دابا راه المغرب دنات ودابا عدلت الكيكه، دابا تتمت الفيديو ودابا انا نتوما معايا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، احوال جيده وشي مزيان. الله الفيديو هذا يعجبكم. دابا ها البطاطا فينيا، عملت لها شويه زيت العود والملحه، ودابا انا جبتيني كنطيبها. وهنايا عندي كفته، وعملت لها لقمه كامله بالبصله والثومه وفلفله حمراء وكيمون وخرقوم وسكنجبير والملحه. دابا يا كنعاد هاد التوابل هادو باش ديك الساعه نوريكم الطريقه كيفاش نديرها. دابا غادي نعدل هادي الكفته، نعمل لها الترميله ديالها. البطاطا كده هي فين كطيب، والكفته هي فين هي. غادي نعمل نحركوها هيدا فيها التوابل ديالها كامله، القرمه كامله، القرمه كامله. الجوزه ما عنديش، انا الجوزه كنعملها مع ديك الحليب والجبن صبيشه من عند ديك الساعه نوريكم الطريقه. انا كنعملها بالزبده، ولكن ما نعملهاش دابا بالزبده، لان الزبده ما عندي فيها، غادي نعملها غير الزيت والطحين ومن بعد نعمل الحليب ونعمل الجبن فيها. ديك الساعه تما معايا دابا انا هادي ها هي فين هي، خليها تاتي. تش فيها ما قلت لك ها هي فين هي هادي. الله يعجبكم هذا التصوير ديالي. هذيك صور واحد يدك هذا صعيب، ما يمكنش. هذه الكفته مشحمه، كنغلق عليها بمغطى باش تعرق شويه ويهود منها ديك الشحمه. ساعه كنزولها ساعه تكتب معايا حتى نجي معاكم. ها هي فين هي دابا، عاد نزلتها ودابا عاد باقا سخونه. هي مزيانه تكون باقا سخونه وكتعفصها هيدا. دابا هاهي انا هاديك فصة، دابا هاهي دابا غنرجع معاكم. دابا هادي كفتة، كفتة هاهي هاهي. دابا طابت الكفتة هاهي. دابا غادي نعملها الحليب، وكاين اللي كيبغي يعمل الحليب وكاين اللي كيبغي يعمل بيشاميل. وانا قلت انا عدلو بيشاميل بيدي، ولكن المشكله بيشاميل بلا زبده. انا كنعدل بالزبده وكنعمل الكاوزه وكنعمل الطحين وعاد كنعمل كنكب الحليب، ولكن حتى هذه عاوتاني كتجي مزيانه هيدا، كتعمل الطحين هيدا، كتعمل الطحين مع هي ديك الكفته عندها التوابل ديالها. وديك الساعات كنعملو الجبن، ونعمل غير الجبن الصفر هذا اللي عندنا دابا. الجبن هي خل ديك موزاريلا والو ما عنديش، غنعملو حنايا دابا غير
غير هذا شنو سميتو، هاي الجبن الصفار وصافي، يعني البولة هذا اللي كاين. هاتنا معايا الجبن، غنعملو هذا، هاهو هذا، وعاد كياخر غنحكو، هاهو تيدوب، غادي يدوب غادي نعملو. ناس دي بعد نرجع معاكم، كنتمنى يعجبكم هذا. دابا هي الصلصه وجدت، ها هي وجدت دابا، انا معاها دابا البطاطا هي فينا دابا، غادي نفرجها، غادي نفرش هادي منا، وهذا نعمل البطاطا لان ما عندناش جوج طبقات البطاطا، فرش هادي هي الاولانيه، وعاد كنفرش هادي، وعاد كن فوق منا هي اخرى، عاد كنعمل التبن محكوك. دابا انا عملت الكفته هذيك ديالها، دابا عاد نعدل البطاطا، البطاطا غادي نفرشها كامله. دابا هنا كنصور بواحد اليد، هي ديك البطاطا، البطاطا هي بدا كدوب، ديك الساعة كتزيد مع السخانة كتزيد تدوب، كتزيد تفسخ. جديده الصراحه الله، واحد اللذه ما نقولكش الصراحه الله، خصكم تجربوها. ودابا الكغاطا كلشي كيعرف يعدلها، كانت جديده الصراحه الله. دابا غادي نفرش معكم، غنزيد ديك الكفته اللي عدلتها بهذوك، وانا ملافق منها عاد غنعمل الجبن. دابا هيا انا رجعت، انا حكيت لها ديك الجبن، واصلا هي ديك الصلصه اللي عملت فوقاني اللي مخلطه مع الكفته ومع الحليب، ومهم فيها الجبن عملت فيها بزاف. ودابا حكيت فوق منها هو فين محكوك ياخر، وانا غندخلو للفران ملي تطيب ان شاء الله يا ربي الحبيب. معايا ملي توجد ان شاء الله ديك الساعه نوريها لكم ان شاء الله. نتمنى تبارطاجيو ليا، تعملوا لي لايك وتابوني، وصلكم الجديد، وتعملوا لي جيم، كنجازيكم بالخير والله يعطيكم ما كتمنى، والله يخلي لكم ما عزيز عليكم، الله يرحم والديكم، الله يخليكم، انا عزيزين عليا قسما بالله، كنبغيكم كاملين بيكم، الله يرحم والديكم. انا رجعت معاكم دابا، عاد خرجت من الفران، شوف كيفاش جات كتحمق، جات مزيونه، جات مزيونه. دابا غنقطع معاكم، غادي نقطع معاكم ان شاء الله يا ربي الحبيب، حط ريف وهذا هو معايا. فيا انا نقطعها معاكم مزيونه، جات
ديك الجبن ياخذ ديك ديك الجبن الموزاريلا هذاك اللي كيتجبد، ولكن دابا انا كان عندي هذا الجبن هذا اللي صفى اللي في الدبوله، هذاك الجبن الدبوله هو هذاك دابا. ها هي كيفاش جات جديده، جات كتحمق، جات انا نقيسها معكم، هي سخونه زعما الصراحه، لا سخونه ولكن واخا. واعره واعره واعره، كتهم كتحمق زيونه الصراحه الله، باقا سخونه. واعره، كنتمنى يا ربي الحب تعجبكم، كنتمنى يا ربي تجربوها، هي كتجي لذيذه. شوف كتحمق كتجي.